هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الحميد سلهب، الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي، للحديث حول كافة التطورات المحلية العربية الإقليمية والدولية. اسمحوا لي مشاهدينا أن نرحب بضيفنا. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك دكتور. يعني سأبدأ معك مما تحدثت به الصحف مؤخرا. حاولنا جمع ما قامت يعني ما قالته الصحف مؤخرا فيما يتعلق بالأزمة والوضع في سوريا. رويترز قالت بأن 85% من السوريين اليوم هم مع الرئيس الأسد. حلف شمال الأطلسي قال بأن السوريون مع الأسد. أيضا مركز استطلاع للرأي في الدوحة قال بأن السوريون يساعدون الأسد ضد الثوار. وصحف أوروبية قالت بأن فقدان الحاضنة للشعبية للثوار في الأماكن التي يسيطرون عليها اليوم باتت واضحة. الواشنطن بوست قالت بأن هناك استياء شعبي كبير من تصرفات مسلحي المعارضة بحق الأهالي والمدنيين. أيضا الصحيفة الصهيونية هآرتس قالت بأن السوريين لديهم ثقة عالية بانتصار الأسد. والاستخبارات الألمانية قالت الجيش السوري قادر على حسم المعارك لصالحه وقادر على سحق المسلحين. AFP قالت بأن المعارضة السورية مهددة بخطر الزوال والإبادة. والوطن الإماراتية قالت النسور السورية تدمر أهم وأخطر معاقل المسلحين في سوريا. والوطن البحريني قالت بأن وسائل الإعلام تعطي انتصارات وهمية جدا للمعارضة. يعني ما رأيك بكل هذه التصريحات وهي صحف ويعني مراكز ليست سورية وليست مع سوريا، إنما هي في مجملة ضد الدولة السورية؟ أولا مساء الخير والرحمة، كل الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. ونحن يمكن أن نقول بأن القوات المسلحة العربية السورية تسطر أروع ملاحم البطولة في كل الجغرافيا السورية. فمنذ معركة القصير التي كانت معركة حاسمة وفاصلة، طبعا نقول نحن حاسمة لأن المشروع المعنوي الأمريكي الإسرائيلي قد انهار بعد هذه المعركة. وكم كانت الإدارة الأمريكية وكم كان الصهاينة يعولون على مدينة القصير لما لها من أهمية جغرافية. نحن نعلم بأنها تقع على الخط الفاصل بين دمشق والساحل، وأيضا تقع على الحدود اللبنانية باتجاه البادية السورية. وهذه المدينة أيضا كانت محصنة، فكم هناك الأنفاق، هناك الأوكار، هناك التجهيز الهندسي، هناك العبوات، هناك أيضا مختلف أنواع السلاح. حتى اكتشفت قواتنا المسلحة الباسلة بأن هناك نماذج من السلاح كانت صنع هذا العام في المصانع الأمريكية. ولذلك بعد هذه المعركة الفاصلة يمكن القول بأن هذا المشروع المعنوي الأمريكي الإسرائيلي قد انهار، قد انهار تماما. قواتنا المسلحة تتابع انتصاراتها، والآن تعد العدة للمعركة الفاصلة في حلب. وبعد هذه المعركة التي ستساهم بكل صراحة بالانتقال إلى واقع جديد. ونحن نعلم أيضا بأن البيئة الشعبية، بأن القناعة الشعبية الآن قد تغيرت، قد تغيرت. فكان هناك بعض القطاعات الشعبية تبني آمالا وهمية على هؤلاء المسلحين بأنهم يحققون آمال، يحققون حسب وهمهم يحققون ثورة، وهي وهم بعيد عن، لأنهم غير أخلاقيون، لأنهم بكل صراحة نحن لو عدنا هؤلاء أخوان مسلمين، هؤلاء أخوان مجرمين إذا صح التعبير، ووهابيين. هؤلاء أدواتهم بكل احترام السعودية وقطر وتركيا هي التي قامت بالتمويل والتسليح، ولم تبقي إرهابيا إلا أتت به عن طريق تركيا. وهنا لابد من ذكر أردوغان وحكومته الساقطة الآن في تركيا، التي جعلت من تركيا مقرا ومكانا لتدريب هؤلاء الإرهابيين ولتسليحهم وإرسالهم إلى سوريا لكي يمارسوا سفك الدم السوري والقتل المواطن السوري. ولذلك لقد تغيرت هذه القناعة وتغيرت هذه البيئة الحاضنة، وكلهم أصبحوا مع هذا القائد المقاوم الدكتور بشار الأسد.
فهذا الشعب مقاوم. يعني هذا بالنسبة للسوريين يعني أمر بات معروف وواضح، ولكن أن يكون يعني لدى قناعة لدى المسؤولين أو لدى كل ما ذكرت قبل قليل من هذه الصحف أن تكون لديهم القناعة بما يقتنع به السوريين، فهذا أمر يعني ربما يأخذهم إلى مكان آخر. نرى اليوم مثلا محاولاتهم لتسريب معلومات عن معركة الجنوب والتي هي يعني في حدودنا مع الجولان، القنيطرة، درعا، حوران، كل هذه المناطق يحاولون صرف أنظار الجيش العربي السوري عن معركته الفاصلة التي هي في حلب، وأخذه باتجاه معركته عبر الأراضي الأردنية، عبر حدودنا مع الكيان الغاصب، مع حدودنا مع أرض فلسطين المحتلة. يعني هذه المحاولات لصرف نظر الجيش العربي السوري إلى تلك المناطق، إلى أي درجة هي محاولات يائسة؟ إلى أي درجة، خصوصا بعد أن يعني ذكر ديمسي بأنه لا يمكن أن يكون وجود منطقة حظر جوي فوق المناطق الجنوبية في سوريا أن يكون له أي نفع، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تخفيض مصاريفها فيما يتعلق من جراء حروبة بأفغانستان والعراق وغيرها. إذن هناك حالة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية غير مواتية لأن تشن حرب اليوم على سوريا. كل هذه المعطيات والمؤشرات إلى أين تأخذنا فيما يتعلق بهؤلاء؟ نعم، أولا محاولاتهم سيدتي الكريمة فاشلة بائسة. هذه العصابات، هذه المجموعات المرتزقة المأجورة هي مأزومة، وهي مهزومة على كل الجغرافيا السورية. ونحن نعلم بأن رئيس أركان الجيوش الأمريكية البارحة وأعتقد قال حرفيا نحن لا نستطيع أن نقوم بفرض منطقة حظر الجوي على سوريا حرفيا، وكان على خلاف كبير مع الوزير الخارجي الأمريكي كيري، وحدث نقاش بأن حتى الآن لم ننتهي من فاتورة أفغانستان، حتى الآن لم ننتهي من العراق والأثار السلبية التي منيت بها الإدارة الأمريكية خلال حربها وغزوها في أفغانستان وفي العراق. ولذلك هم هذه الإدارة الأمريكية في حالة تخبط، في حالة تناقض من هذه التصريحات. وأيضا يمكن لابد من التعبير بأن هناك إعلامي، وأنتم تعلمون عندما وضح بأن هذه المجموعات، هذه العصابات المرتزقة، عندما وضح بأن هناك جندي من هذا الجيش الذي يسمى الجيش الحر يأكل قلب هذا الجندي السوري، وقال لهم أنتم تسلحون أكلت الأكباد وأنتم تسلحون أكلت القلوب في سوريا، فأيضا تغير هناك 60-70% من الشعب الأمريكي هو ضد تصرفات وسلوك هذه الإدارة الأمريكية. ولذلك هذه العصابات المرتزقة المأجورة في سوريا هي في حالة انهزام على كامل الجغرافيا السورية، والجيش العربي السوري له تكتيك وله خطط وله استراتيجية في ملاحقة هؤلاء وفي حسم المعركة لصالح الشعب السوري، لصالح هذا الشعب الأبي المقاوم. نعم. أيضا دكتور، يعني من يقرأ جيدا البيان الختامي لمجموعة الثماني الصادر في إيرلندا الأسبوع الماضي في 20 حزيران، نعم، هذا الشهر، ويتابع التصريحات التي أعقبته وأدلى بها المشاركون في هذا المؤتمر، ثم جاء بعد ذلك في اليوم التالي مؤتمر ما يسمى بأصدقاء سوريا، هم أصدقاء الإرهاب حقيقة، وحقيقة وآمال ورغبات جبهة العدوان على سوريا، يرى بأن هناك منطق روسي فرض نفسه على ما يبدو في قمة الثماني على أعضائها 7، لذلك أعتقد أن المخرج على ما يبدو هو في قطر وإعلان زيادة التسليح لمرتزقتهم على الأرض السورية، لعل وعسى ربما يغير من فشلهم. هل ترى أن إعلان الفشل بات قريبا جدا اليوم وبناء على ما يتم من عمليات حسم على الأرض؟ سيدتي المحترمة، قولا واحدا، الفشل بات واضحا في الأفق لهذه المجموعات ولأدواتهم قطر وتركيا والسعودية، التي الآن السعودية التي برزت إلى النسق الأول في الدعم، وخاصة الصفقة الأخيرة من الصواريخ التي أعطتها لهذه المجموعات المرتزقة، وبدأت تحتل النسق الأول والصف الأول في دعم هذه المجموعات وهذه العصابات المرتزقة المأجورة. ويمكن أن نقول بأن هذا المؤتمر، مؤتمر الدول قمة الثماني الكبار، لقد أثبت الزعيم الروسي بوتين
وجهة نظره، وقال لهم لهذه لهؤلاء الزعماء: أنتم تدعمون المعارضة في سوريا، وهؤلاء أكلت الأكباد وأكلت القلوب، وليس لكم مصلحة في دعم هذه المعارضة، هؤلاء مجرمين، وبعد الانتهاء من سوريا سوف يرتدون عليكم، هذا الإرهاب سينعكس عليكم أنتم. ولذلك كان موقف الزعيم الروسي، طبعا هذا الزعيم الذي يعبر بصراحة عن أيضا الموقف الصيني، لأن روسيا وصلت إلى مرحلة القوة، والصين إلى مرحلة القوة، وإيران دولة إقليمية أيضا وصلت إلى مرحلة القوة، وكافة دول البريكس. فهذا الزعيم يعبر عن محور جديد، عن قطب جديد، لقد برز محورا جديد وقطبا جديد، يقول للولايات المتحدة الأمريكية: لا، هذا القطب هو دائما يحافظ على القانون الدولي، صحيح له مصالح في سوريا، ولكنه أيضا من منطلق دولي فهو يحافظ على القانون الدولي وعدم التدخل بشؤون الآخرين تماما. لذلك هو يدعم الموقف السوري، ولا بد من الحل السياسي في سوريا. لقد وصل الجميع في هذا المؤتمر إلى قناعة راسخة بأنه لا بد من الحل السياسي في سوريا، وأيضا أساس هذا الحل هو المؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد على الأرض السورية. يعني ولكن يعني الشعب السوري هو صاحب القرار. كيف تفسر المحاولة التي إذا قامت بها مجموعة من الأشخاص الذين كانوا في قمة الثماني من الدول التي كانت كانت في اليوم التالي في ما يسمى أصدقاء سوريا في قطر في هذا المؤتمر، ويعني قالت بأنها يجب أن تسلح ما تسمى المعارضة المسلحة من أجل أن يكون هناك توازن في القوى؟ نعم. يعني كيف نفسر هذا الأمر؟ نحن سيدتي المحترمة نفسر ذلك بأن هؤلاء هم بالحقيقة أعداء الشعب السوري المقاوم، هؤلاء ليسوا أصدقاء سوريا، فهؤلاء يدعمون هذه العصابات المأجورة المرتزقة من أجل إطالة مدة الأزمة، ولكي يكون لديهم أوراقا في التفاوض، فهم يبنون آمالا ولكنها وهمية، وهم قولا واحدا مهما دعموا هذه المجموعات المرتزقة لن يغيروا من جوهر الحقيقة، ولن يغيروا في الميدان، لأن الجيش العربي السوري سيسحق هؤلاء. ونحن بالمناسبة من هذا المنبر نقول على كافة السوريين الذين غرر بهم أن يسلموا سلاحهم وأن يعودوا إلى حضن الدولة، والدولة تتسع لهؤلاء الذين غرر بهم، وهذه فرصة طيبة جدا لكي يعودوا إلى حضن الوطن. بمعنى يعني فرصة طيبة جدا؟ بمعنى فرصة طيبة هذا السوري الذي غرر به يسلم سلاحه ويعود إلى الوطن، والجهات المختصة تقوم بتسوية أوضاعه ويعود مواطنا صالحا. نعم. أيضا يعني نلاحظ دكتور بأن دول التآمر على سوريا تحاول أن تصنع من جنيف اثنان رغبات على مقاساتها وعلى أحلامها الاستعمارية. نعم. من خلال إصرارهم على تقديم السلاح للإرهابيين، هل هناك حقيقة خوف على الداخل السوري من هذه الدول اليوم؟ يعني خصوصا أنه كلهم يستعر باتجاه بأن له جزء أو حصة من الداخل السوري، خصوصا أنهم يسربون معلومات تفيد بأن الجبهة الجنوبية لسوريا كما ذكرت مستهدفة عن طريق الأردن، وأنه تم ربما إدخال مدرعات من هناك إلى الجماعات الإرهابية المسلحة، يعني لثني الجيش عن أو لتخويف الجيش من المجابهة الحقيقية والمباشرة مع هذه الجماعات. سيدتي الكريمة، لا خوف على سوريا، في سوريا شعب أبي قادر على التضحية والعطاء، في سوريا قائد مقاوم هو القائد الوحيد الذي يقول لا للغرب، لا للهيمنة الأمريكية، لا لهذه الغطرسة. فهناك شعب مقاوم وهناك قائد مقاوم، وكل هذه التصريحات التي يأتون بها بأن الأردن، ونحن من هذا المنبر نقول للأشقاء في الأردن أن يبتعدوا عن التدخل في هذه الأزمة السورية، وليس لهم مصلحة في التدخل في هذه الأزمة، ينبغي أن يكون دورهم إيجابي لا دورا سلبيا في هذه. هل بيد الأردن يعني أن تقول نعم أو لا للولايات المتحدة؟ طبعا نحن معك في هذا الوقت، هم عبيد في الأردن، غير قادرين أن يقولوا لأمريكا لا، صح هذا الكلام مضبوط أنا معك، ولكن نتمنى أن يكون دورهم على الحياد، لا يسمحون بتمرير هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء المجرمين، هذه المرتزقة. أما هم الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بحقيقة الذات بأن
هناك محور جديد. سوريا هي ضلع من المقاومة. سوريا يدعم هذا النضال وهذا الكفاح وهذا الصمود. المحور المقاوم روسيا والصين وإيران ودول البريكس، فهي تقف إلى جانبنا بقوة، لأن موقفنا هو موقف حق، ولأننا نحارب هذا الإرهاب بكل تفاصيله. نعم. أيضا يعني دكتور، إذا ما أردنا الانتقال للحديث عن ما يحدث في دول الجوار السورية اليوم، الكثير من الدول التي كانت دائما تنادي الرئيس بشار الأسد بالتنحي نراها اليوم في دولها تعاني مآزق من قبل شعوبها بأن ترحل هي عن حكومة بلدانها بسبب الديكتاتورية، بسبب الجو الخانق للحريات التي كانوا هم أنفسهم يطالبون بها للشعب السوري من قبل هذا النظام السوري الجلاد الذي يقوم ب إراقة دم الشعب السوري. اليوم هم يقعون في نفس المأزق، يعني تدور النوائب وتذهب إلى كل من أراد شر بسوريا. كيف ترى الوضع اليوم في الدول المحيطة بسوريا وعلى رأسها تركيا ومصر وحتى في السعودية، ولو أنه وضع إعلاميا غير واضح؟ قطر، كيف أن أمير قطر أصبح اليوم خارج اللعبة بشكل نهائي؟ نحن سيدتي المحترمة، لو بدأنا في مصر، فنحن نعلم بأن مصر هي أرض الكنانة. مصر يجب أن تعود إلى دورها الطبيعي. مصر التي يقودها الآن مرسي، وهذا تلميذ حسن البنا الإخواني. ماذا فعل مرسي خلال هذا العام؟ لقد وضع مصر في أسفل سلم القيم. مصر يجب أن تكون في أعلى سلم القيم. مرسي، هذا المرسي العياط الذي سمعناه من فترة، كيف أغلق السفارة السورية؟ نرى بأن العلم الإسرائيلي يرفرف فوق سماء مصر، فهل يجوز ذلك؟ دائما وأبدا مصر وسوريا هي نواة العروبة، ولذلك لم يحقق هذا الرئيس الإخواني إذا صح التعبير، وهو مجرم حقيقة إذا صح التعبير، لم يحقق لشعب مصر الارتقاء، لم يحقق التقدم الاجتماعي، لم يحقق شيء في مصر. فالشعب المصري هو شعب عروبي، هو شعب يريد التقدم، يريد التطور، يريد تأمين الأمن والازدهار. ولذلك نحن نتمنى من كل إخواننا في مصر أن يكونوا شمسا تمزق هذه الغيمة السوداء في مصر، مرسي وأتباعه. ولذلك في 30 الشهر إن التيار الوطني وكل القوى الوطنية في مصر تعد العدة للنزول ووضع حد لهذا القائد الإخواني محمد مرسي في مصر. ولو انتقلنا إلى تركيا، رجب طيب أردوغان، نحن نعلم كما عبر القائد المقاوم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، علاقته مع سوريا صفر، علاقته مع العراق صفر، وعلاقته مع إيران صفر، وعلاقته مع اليونان صفر، وعلاقته مع قبرص صفر، فحتى في أخلاقه صفر. لذلك لم يفعل شيء، وهو قال منذ فترة أنا رئيس ل50% من تركيا، فهل هذا معقول أن يجسد هذا التخلف وهذه الطبيعة العنصرية في تركيا؟ الشعب التركي شعب حضاري، شعب أخلاقي، شعب يريد الازدهار، يريد التقدم، يريد الأمن والأمان له ولجوار سوريا. فنحن نعلم بأن أردوغان لم يبقي إرهابي في العالم إلا أتى به إلى تركيا، وأيضا جعل من تركيا مكانا ومقرا لتسليح هؤلاء الإرهابيين ولإرسالهم إلى سوريا، وحيث مارسوا سفك الدم السوري والقتل في سوريا ونهب سوريا، ونحن نعلم ما قامت به هذه الحكومة المجرمة. ولذلك الآن هناك حصل في تركيا بعد اجتماعي، حصل انقسام، لأن هناك تناقضات إنسانوية وتناقضات رئيسية في تركيا، فهذه الحكومة ساقطة بكل تمام. نعم. أيضا تم الإعلان عن إجراء اتصال هاتفي ما بين لافروف وما بين أحمد داوود أوغلو التركي، وعلى أساس بأنه هذه الاتصالات ستبقى مستمرة من أجل المساهمة في الذهاب إلى جنيف 2. هل بدأت تركيا من وجهة نظرك بعد ما يتم فيها من مظاهرات ضد أردوغان، بدأت تتنازل إلى حد ما فيما يتعلق بالقضية السورية، خصوصا أيضا أنه تم تسريبات لبعض الأسرار التركية التي قالت للدولة السورية بأن تدعو
المتظاهرين ضد وحلفاء سوريا في تركيا التوقف عن التظاهر مقابل أن تسلم تركيا يعني شخصيات إرهابية لها علاقة ووثائق لها علاقة بالأزمة السورية. هم الآن في تركيا حكومة رجب طيب أردوغان الآن هي في أزمة واقعة في أزمة، فمن باب التكتيك السياسي قد يحاولون اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من الضغط الشعبي الموجود الواقع عليهم يعني، ومهما قاموا بتصرفات مهما قاموا فنحن نقول بأن هناك تناقض رئيسي في تركيا، وهذه الحكومة غير صالحة للاستمرار في الحكم في تركيا. وجنيف 2 نحن بالمناسبة نقول بأن جنيف 2 مربوط في الميدان السوري، فعندما تحقق القوات المسلحة السورية الحسم في الميدان ماذا يبقى لهؤلاء الأدوات لهذه الأدوات المجرمة من أوراق؟ لن يبقى لهم أي أوراق لكي على حال اعترفت فرنسا بأنه يعني لن يكون هناك جنيف 2 إن لم يعني يتم توازن على الأرض السورية ما بين الجيش العربي السوري والجماعات الإرهابية المسلحة. أنا أعتقد وبإذن الله الجيش العربي السوري سيقوم بسحق هذه المجموعات الإرهابية، وبعد معركة حلب الفاصلة ستكون الأمور واضحة، وبالتالي لا داعي لهذا كما تحدث فابيو صديق اليوم لجنيف 2. ماذا يبقى لهم؟ لن يبقى لهم من أوراق تفاوضية في جنيف 2 تماما. إيه إذن يعني لن نذهب إلى جنيف 2؟ جنيف 2 هناك أيضا نحن كما تحدثنا الراعي الروسي والراعي الأمريكي والدول، طبعا السيد وزير الخارجية وليد المعلم عبر قال وفدنا جاهز ونحن جاهزون وسوف نتوجه إلى جنيف 2 إذا طلب منا ذلك، إذا تم تحديد هذا الموعد المؤتمر. نعم، هناك من يقول بأن الجماعات الإرهابية المسلحة في الداخل السوري يعني إن لم يتم دعمها بأسرع وقت ممكن بأسلحة نوعية وثقيلة ويعني أسلحة مضادة لقوة النار قوة نيران الجيش العربي السوري فإن هذه الجماعات لن تصمد إلى آخر آب فقط وفقط. يعني هو في الفترة الأخيرة سيدتي المحترمة بدأوا بإيصال مجموعات من السلاح إلى هذه المجموعات عبر تركيا، ولكن هذا لن يغير في المعادلة وفي جوهر الميدان بشيء. الجيش العربي السوري سوف يسحق هذه المجموعات في كل الجغرافيا السورية، فهم مهما سلحوهم لن تغير من جوهر المعادلة في الميدان السوري تماما. نعم، على أي حال دكتور يعني سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني يؤكد أن روسيا متمسكة بانعقاد المؤتمر الدولي حول سوريا وتنظيمه على أساس ما تم الاتفاق عليه مع الأمريكيين في 7 أيار الماضي بموسكو. تدمير رشاشات ثقيلة في ريف دمشق وأوكار لإرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب وإحكام السيطرة على أبنية بمحيط حي الراشدين بحلب وضبط سيارة محملة بأسلحة بحمص. في مصر مظاهرات تعم البلاد وعشرات المصابين في اشتباكات بين معارضي مرسي وعناصر من الأخوان. مقتل 22 شخصا على الأقل جراء تفجيرات إرهابية بقنابل استهدفت مقاهي مزدحمة وأماكن أخرى في أنحاء متفرقة من العراق. والرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا يرفض التهديدات التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاده لمنعها من منح حق اللجوء السياسي الأمريكي إدوارد سنودن. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة.
مجددا مشاهدينا الأكارم أيضا من جديد. اسمحوا لي أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الحميد سلهب الكاتب والمحلل السياسي والباحث الاستراتيجي. مرحبا بك مجددا دكتور. دكتور يعني إذا ما أردنا الانتقال للحديث عن قطر وهذه التغييرات التي حدثت فيها الآن، يعني تميم بن حمد الثاني هو أصبح أمير قطر، تغير أيضا حمد بن جاسم أصبح خارج اللعبة، نرى اليوم عبد الله ناصر رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية القطرية، حمد العطية للدفاع وخالد العطية للخارجية. نعم. يعني برأيك هذه التغييرات هي يعني ربما تأخذنا إلى أحدى هذين المشهدين، إما التسليم لتغيير وجه يعني طريقة تعاطي الدول الخليج مع الأزمة السورية، وإما هي للتصعيد بشكل آخر مختلف بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أيهما ترجح يعني التصعيد المبالغ فيه، أم أنه هذا التغيير جاء ربما من أجل يعني حفظ ما وجه الولايات المتحدة للذهاب إلى تسوية معينة لها علاقة بدول الخليج مع سوريا؟ هنا سيدتي التغيير لكي يتماشى أو يتساير مع فكرة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عبر تميم ولي العهد القطري قال حرفيا لا تغيير في مواقفنا الخارجية ولا تغيير في سياستنا الخارجية، فهم عبد مأمور للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يعني في الحقيقة يعني هو عبر بأنه كقطر هي يعني لن تكون جزءا من التحريض الطائفي أو العرقي أو الإثني في دول المنطقة، وبأنها يعني هي تريد الحفاظ على الدول كما هي موحدة بشعوبها مهما كانت طوائف و يعني هل الذهاب بهذا الاتجاه ربما يعطينا مؤشر جيد أن يعني لا تلعب أو أن توقف قطر اللعب على وتر التحريض الطائفي، وخصوصا بالفترة الأخيرة رأينا في العراق أنها لها أياد قوية في العراق بهذا الإطار؟ نعم، نحن نتمنى أن تكون هذه التصريحات تترجم إلى حيز الواقع. نحن نتمنى أن تنفذ هذه التصريحات وأن تترجم إلى سلوك، إلى سلوك عملي، إلى سلوك صحيح. ولكن نحن نعلم بأن الحكومة القطرية إذا صح التعبير أو مشايخ قطر إذا صح التعبير، هؤلاء عبيد، هؤلاء كما يقال مزرعة للسياسة الأمريكية. كما تقول لهم أمريكا نفذ كذا ينفذون، سلح المجموعات يسلحون، دعم لوجستي بيدعموا، مال بيعطوا. لذلك هؤلاء ليس لهم قرار، يعني شيخ قطر أو ملك قطر ليس له أي قرار، فهم ليسوا أسياد لكي يترجموا خططا عربية، لكي يمارسوا سلوكا صحيحا، لكي يقوموا بتنفيذ هذا الدور. نحن نتمنى أن تنفذ هذه التصريحات إلى حيز الواقع وأن يعبروا تعبيرا صحيحا، فلا يتدخلوا في شؤون الدول، أن يكونوا دائما في موقع اللاطائفي، أن يكونوا في موقع العروبي صحيح، ولكن القادمات من الأيام ستثبت هذا السلوك. لنرى القادمات من الأيام. نعم، الفاينانشال تايمز قالت بأن التغيير في الدوحة هو انتصار لموزة وابنة تميم على حمد بن جاسم، ويشكل مصدر إزعاج لحكام الخليج الذين يخشون التغيير لا يعني كمثل يحتذى، وهم المعترفون بالصناديق، يعني ليس طبعا صناديق الاقتراع وإنما صناديق الكنوز وفقط. نعم. طبعا هناك تناقضات في الأسرة المالكة إذا صح التعبير، هناك تناقضات ثانوية وهناك تناقضات رئيسية لديهم، وهم تيارات. هلا كما تفضلت في الحديث، هم غير راضيين بقية كما يقال الأسرة الحاكمي عن تولي تميم هذا المنصب، يعني فبيعتبروه انتصار لموزة ولابنة تميم تولي الخلافة في قطر، ولكن القسم ليس راضي عن هذا التولي تماما. يعني أي محور؟ محور حمد بن جاسم غير راضي؟ طبعا هناك خلافات فيما بينهم، هناك خلافات، وجميعهم كما تحدثنا
هم عبيد للقرار الأمريكي. هل نستطيع أن نصدق ما قيل في وسائل الإعلام القطرية ومنها الجزيرة بأنه كان يحضر لاستلام تميم هذا المنصب منذ حوالي 3 سنوات؟ يمكن ذلك. هم جميعا يقومون بالانقلاب على أبيهم كما فعل حمد بن قذيفي، كما فعل في 75 عندما قام بانقلاب على أبيه. فهم دائما وأبدا، والتاريخ دائما من يقرأ التاريخ يلاحظ بأن هؤلاء لا ينتظرون انتهاء ولاية أو انتهاء خلافة، فهم دائما يطمعون في الخلافة ويقومون بانقلاب على أبيهم تماما. أيضا يعني بالنسبة لحكام دول الخليج الآخرين، يعني معروف بأن في دول الخليج لا يولي الأب ابنه إلا بعد وفاته. نعم. يعني اليوم هذه الحركة التي قام بها حمد بن خليفة بإعطائه الحكم لابنه كأمير، هل السعودية وباقي الدول الخليج اليوم هي في مأزق لأنه ربما يعني تعتبر شعوب هذه الدول بأنه مثل يحتذى ما تم في قطر؟ وأيضا اسمح لي هنا أن أقول بأنه إسماعيل هنية قال بأنه قمة الديمقراطية ما حصل في قطر، أيضا ما رأيك؟ هذه الديمقراطية من وجهة نظرهم، فقطر لا تعرف حتى كلمة ديمقراطية. قطر لم تعرف الديمقراطية. الديمقراطية لها أسس، لها مقدمات، لها أصول. هم ليس لديهم برلمان، ليس لديهم هيكلية في الدولة، ليس لديهم مجلس، ليس لديهم شيء، لا يعرفون الديمقراطية. هم دائما كنظام عشائر في المزارع، لا يعرفون شيء اسمه ديمقراطية، ولا حتى هيكلية الدولة، ولا مؤسسات الدولة، ولا نهائيا. فهم دائما يعتبرون بأن نظام الحكم هو نظام توارثي تماما. وبالنسبة لدول الخليج اليوم، يعني الآن السعودية واقعة في أزمة من ذاتها، هناك تناقض في السعودية وهناك تيارات في السعودية، فأنت تلاحظين بأن هناك قسم كبير وخاصة من أولياء العهد، هناك محور لبندر بن سلطان، هناك محور للملك، هناك محور للاتجاه الثالث، فهناك تناقضات أساسية في الخلافة في السعودية تماما. وكل اتجاه له سيد يتلقى تعليمات من جهة محددة، ولذلك هناك تناقضات أساسية في الخلافة في دولة السعودية تماما. طب كل هذه الخلافات، سؤال الذي يطرح نفسه، يعني كيف كل هذه الدول رغم كل ما تعانيه بالشأن الداخلي لها هي تتفق معا على إسقاط الدولة السورية، وإلى هذه اللحظة هي تعمل على قدم وساق في موضوع التسليح، التمويل، إرسال المرتزقة؟ يعني كيف فاضية كل هذه الدول هم سيدتي المحترمة هم عبيد أن تقوم بهذا الفعل إلى هذه اللحظة؟ نعم، هم عبيد، هم يتلقون أمرا من الإدارة الأمريكية فيقوموا بالتنفيذ مباشرة. عندما تعطيهم الإدارة الأمريكية توجيه فورا ينفذون، سواء بالاعداد، بالتسليح، بالتمويل، بالتنفيذ. هم عبيد تماما، يعني كما تقوم الولايات المتحده بتوجيههم فهم ينفذون فقط. نعم. في بدايه الاسبوع الماضي، ومعروف حضرتك دكتور عبد الحميد يعني باحث في الشؤون المتعلقه بالسلفيه وبالاخوان وما الى ذلك، في الأسبوع الماضي يعني رأينا تعالي الأصوات بشكل كبير في اجتماع ما سمي مؤتمر هيئة علماء المسلمين في مصر، وكانت هناك أصوات يعني مقززة بفتاوى التحريض المسلم على المسلم، فتاوى التحريض وإرسال الجهاديين إلى سوريا حتى من مصر نفسها. يعني لماذا كل فترة وفترة نرى بأن يعني أصوات ما يسموا أنفسهم الإسلاميين تتعالى لتحفيز إرسال جهاديين جدد إلى الداخل السوري، وكأن سوريا أصبحت يعني مقبرة لهؤلاء، يعني كلهم يفتي لهم بالذهاب إلى سوريا وكأن لا قيمة لحياة هؤلاء لديهم؟ يعني لماذا إلى هذا الدرك الأسفل وصلنا كمسلمين في طريقة التعاطي مع بعضنا كمسلمين، وفي هذه الفتاوى التي نهدر بها دم بعضنا كأناس يعني كبشر وليس فقط كمسلمين؟ نعم سيدتي المحترمة، الإسلام دين محبة، الإسلام دين تسامح، الإسلام دين قوة، لا أروع ولا أجمل من الإسلام. ولكن هؤلاء الناس الذين يجعلون من الإسلام مبدأ للتسييس ولتحقيق الأطماع
ولقتل الشعوب، هؤلاء ليسوا بإسلام. هؤلاء التكفيريين يقتلون الإسلام باسم الإسلام، وهذا لا يجوز نهائيا. ولذلك هؤلاء حركات سياسية، كما تفضلنا وكما تحدثنا بأن حسن البنا كان زعيم هذه الحركة في مصر، وهؤلاء مجرمين حقيقيين، فهم يقتلون المسلمين باسم الإسلام. هناك من يقول بأنه يعني هذه الفتاوى بالقتل والقتل الذي يتم ويحدث في سوريا وفي بعض البلدان هو نتيجة يعني ليس فعلا فكر إسلامي، وإنما هو فكر تلمودي أخذه هؤلاء، بل والصهاينة لقنوهم إياه، وبالتالي أصبح يعني عرف ليكون ضد المسلمين في الوطن العربي والمسلمين عموما. نعم، نحن تحدثنا سابقا بأن الإخوان المسلمين هم أدوات مرتبطة بفكرة الصهيونية، ونحن كما تحدثنا في المرة السابقة بأن حسن البنا أول تأسيس لحركة الإخوان المسلمين كان 500 جنيه من شركة قناة إنجليزية قناة السويس. ولذلك عندما سئل حسن البنا زعيمهم مرشد الإخوان المسلمين، هل أنتم حركة سياسية؟ هل أنتم مؤسسة خيرية؟ هل أنتم جمعية أهلية؟ فلم يعطي جوابا واضحا. هم مجرمون، هم أدوات الصهيونية، فلذلك يمارسون القتل والتكفير في سوريا وفي مصر وفي كل البلدان العربية، فجوهرهم القتل. وعندما سئل حسن البنا إذا خالفكم شخص في الرأي ماذا تفعلون؟ قال اذبحوه. فتصوري إلى حد وين، يعني عندهم نظرية القتل والذبح والتقطيع وباسم الإسلام. إذا يعني برأيك لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه في دولنا، في دول الربيع العربي؟ طبعا نحن تحدثنا بأن سوريا تختلف عن مصر، تختلف عن تونس، تختلف عن ليبيا، تختلف بحضارتها، بإنسانها، بقيادتها، بقائدها، تختلف بكل شيء. ولكن هناك حالات يعني شاهدناها في كثير من المناطق بطريقة القتل والذبح والتكبير، يعني عدة أفلام مروعة. نعم. يعني رأيناها في كثير من المناطق السورية، يعني كيف تقول لي تختلف وما يمارس في سوريا مورس في بعض البلدان؟ أنا بكل أسف يعني أقول هناك جزء من المجتمع السوري تعلم هذا الفكر الوهابي وتعلم هذا الفكر التكفيري وكان أداة، يعني نقولها وبكل أسف، يعني هناك جزء من المجتمع السوري تعلم الفكر الوهابي وتعلم الفكر التكفيري وكان أداة لتنفيذ هذا المخطط. وعلينا أيضا الآن أن نحارب هذا الفكر الوهابي، وعلينا أن نحارب هذا الفكر الإخواني التكفيري في سوريا. يعني كيف يمكن لنا أن نحارب الأفكار بالأفكار؟ يعني من خلال الفكر، من خلال توضيح الدين السليم، من خلال توضيح الدين الصحيح، من خلال الفقهاء، من خلال المتنورين. يجب أن نحارب هذا الفكر على كامل الجغرافيا السورية. نعم، يعني أيضا إذا ما أردنا الانتقال للحديث اليوم عن واقع الدول العربية اليوم في مواجهة الصراع بشكل عام، بكل تأكيد ما نراه من قبل الشعوب العربية اليوم يخالف 180 درجة ما يمارسه حكام هذه الدول. يعني أليست الدول العربية اليوم بحاجة إلى صحوة قوية وكبيرة جدا، وأن يكون هناك من يعمل في حراك على الأرض من أجل تصحيح مسيرة الوطن العربي وإعادتها إلى طريقها العروبي الأساسي؟ طبعا سيدتي المحترمة، نحن نتمنى من كل الشعوب العربية الآن، وخاصة نحن نركز على المثقفين وعلى الأكاديميين وعلى المتنورين، أن يأخذوا دورهم في المجتمع العربي. الإنسان العربي إنسان صادق، والإنسان العربي إنسان صابر، والإنسان العربي إنسان لا أروع ولا أجمل. ونحن قلنا بأن هذا الفكر الذي تحدثنا عنه الفكر الإخواني، وهم أدوات الاستعمار، هم أدوات الصهيونية. هذا الفكر ظهر مع الاستعمار، هذا الفكر ظهر مع الاستعمار إذا صح التعبير. ولذلك في كل البلدان العربية أنا بقناعتي هؤلاء المثقفين، هؤلاء المتنورين يجب أن يحاربوا هذا الفكر الإخواني وهذا الفكر الوهابي الذي أصبح أداة مربوطة مع الاستعمار ومع الصهيونية العالمية. ويجب صحوة عربية إذا صح التعبير، يجب أن يكون هناك صحوة عربية، ويجب أن يكون هناك
فكر وطني، فكر تقدمي، يؤمن في بناء الإنسان، يؤمن في بناء الحضارة، يؤمن في بناء المجتمع، يؤمن في بناء حضارة الأمة العربية وعودتها إلى حالة حضارية جيدة. وهذا الفكر كما قلت لم يحقق الحضارة، ولم يحقق الأمن، ولم يحقق الأمان في كل ظروفه وفي كل زمانه منذ نشأته. فالفكر الوهابي كما تعلمين منذ عام 1710 محمد بن عبد الوهاب 1730 ترافق مع الاحتلال التركي، وهذا الفكر الإخواني 1906 مع حسن البنا وجماعته. ولذلك يجب على كافة الكوادر المثقفة، الكوادر الوطنية، أن تأخذ بالشعب وأن تقوم بتنويره ومحاربة هذا الفكر ووضع حد لهذا الفكر الذي نحن نعتبره فكرا رجعيا يعيدنا إلى حالة رجعية. ونحن أمة ذات حضارة، لنا تراث، لنا تقاليد، لنا ثقافة، يجب أن نبني حضارتنا الأخلاقية والعربية تماما. نعم. أيضا دكتور، يعني بعد نحو 3 أشهر على القرار الأمريكي نقل إدارة ملف الأزمة السورية من اليد القطرية التركية إلى اليد السعودية، تبدو المملكة اليوم في ورطة، خصوصا يعني ما جاء على لسان سعود الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي كان مع كيري منذ عدة أيام، قال بأن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي في مساعدة الشعب السوري للدفاع عن نفسه، وبأن سوريا يعني يعتبرها سعود الفيصل بأنها أرض محتلة. هذا الارتباك السعودي رد عليه بكل تأكيد وزير الإعلام السوري الدكتور عمران الزابي عندما قال الدبلوماسية السعودية مرتجفة خوفا من انتصارات الجيش العربي السوري، لا يسعها أن تمثل الشعب السعودي، لا محل لها في حل سياسي. يعني كان هل فعلا قرار دولة سورية أولا أن لا محل للسعودية في حل سياسي، ومعروف أن السعودية على مدار تاريخية كانت دائما يعني هي حجر أساس في أي حل كان يتعلق بالمنطقة. وقال أيضا دكتور الزعبي اعتبر ذاكرة سعود الفيصل مثقوبة، إذ يعتبر سوريا محتلة وفلسطين محررة بالكامل. يعني ما رأيك بكل هذا الكلام بعد هذا التورط السعودي بالدعم السوري؟ أولا سيدتي المحترمة، شكرا للسيد وزير الإعلام على جوابه على سعود الفيصل. ثانيا، إن هذا الرجل وزير خارجية السعودية سعود الفيصل هو في حالة تخبط، هو مريض نفسيا ومريض جسديا، فهو أصلا غير مؤهل للتصريحات. ونحن إذا نظرنا إلى دور السعودية منذ تكوين هذه الدولة كان دورها واضحا، دور وهابي، دور مرتبط في الإدارة الأمريكية، دور مرتبط في الصهيونية، دور مرتبط في الغرب. فكيف يقول بأن سوريا هي أرض محتلة؟ هل هذا يتناسب مع منطقة التاريخ ومنطقة الجغرافيا؟ هل هؤلاء يفهمون ذاتهم؟ هل هؤلاء يدرسون التاريخ ويفهمون التاريخ؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء أدوات مرتبطة مع الاستعمار، مرتبطة مع الصهيونية. هؤلاء لا يمثلون الضمير العربي الصحيح، ولا الإنسان العربي الصحيح، ولا الشعب العربي الصحيح. هؤلاء في الحقيقة والجوهر مجرمون في حق شعوبهم أولا، وفي حق العروبة ثانيا، وفي حق ذاتهم ثالثا. هؤلاء مجرمون حقيقيون. فكيف يقول بأن سوريا أرض محتلة؟ فتحية للسيد الدكتور عمران الزابي لجوابه على وزير الخارجية السعودي. وهذا الوزير كما تحدثت هو مريض نفسيا، هو يهزي، مريض في نفسه وفي جسده. على أي حال يعني ليس مهم أن يعني أن دائما نذهب إلى شتم الأشخاص، ولكن يعني نحن نريد أن نوصف الواقع والحقيقة بفكر وليس بإساءة للأشخاص، فليستفيدوا. أنتقل للحديث الأخير وهو عن محور لبنان. اليوم ما شهده لبنان من يعني ظاهرة الأسير وجماعته ومسلحيه والشهداء اللبنانيين من الجيش اللبناني الذين سقطوا 16 شهيدا وأكثر من 50 جريح على أيدي المسلحين الذين أتى بهم أحمد الأسير. هذه الظاهرة التي كما يقول اللبنانيون اليوم بأنها انتهت إلى غير رجعة. هل لبنان بات آمنا من أي محاولات لجره إلى فتنة أخرى معينة؟ وما علاقة يعني تيار المستقبل بما جرى في لبنان
بالإضافة إلى ذلك، إلى أي حد تستطيع لبنان كدولة اليوم وكجيش أن تقف في وجه هؤلاء بعد أن تركوهم انتفخوا بشكل كبير؟ وأحمد الأسير اليوم يعني كأنه فص ملح وذاب، ما مبين له أرض أبدا ولا معروف أين هو. سيدتي المحترمة، الجيش اللبناني هو قادر على تنفيذ مهامه الوطنية، وكما شاهدنا بأنه استطاع وخلال فترة وجيزة من حصار هذه المربعات الأمنية التي كان يشغلها أحمد الأسير، واستطاع هذا الجيش بمحاصرة هذه المربعات الأمنية وأيضا القضاء على هذه الظاهرة السلفية التي ظهرت في صيدا. وكما تفضلت، أحمد الأسير هرب إلى يمكن السفارة القطرية حسب الفضائيات وحسب الأخبار. ولكن لبنان دائما وأبدا سوف يتعرض إلى هذه الحوادث، ونحن نتمنى دائما أن يكون الجيش اللبناني المؤسسة الشرعية جاهزة وقادرة على التصدي لمثل هذه الظواهر والقضاء على هذه الظواهر الباطلة في حق العروبة وفي حق لبنان، وهي ظواهر سلفية تماما لا تتناسب مع منطق التاريخ ولا مع منطق لبنان ولا مع منطق العروبة تماما. لماذا برأي تيار المستقبل يعني اليوم يقول إذا أردتم الانتهاء من كافة المربعات الأمنية المتواجد فيها يعني مسلحين وإرهابيين، عليكم إنهاء ظاهرة التسليح بشكل كامل من كافة المربعات على الأراضي اللبنانية؟ وهو يعني عنا وصرح بالإشارة إلى حزب الله وتواجده في بعض المربعات الأمنية في صيدا. نعم، حزب الله جميعنا نعلم بأن حزب الله هو حزب مقاوم للصهيونية، حزب مقاوم لإسرائيل وعدوانيتها. فهذا الحزب لم يتدخل في يوم من الأيام في لبنان، هو لم يتدخل في أي يوم من الأيام في الشؤون اللبنانية. نحن نعلم بأن المقاومة الوطنية اللبنانية هي ضد الكيان الصهيوني، هي ضد التوسع العدواني الصهيوني، فهي تمارس دورا وطنيا مقاوما. وبالتالي هذا الكلام الذي يتصدح به سعد الحريري ليس له أساس من الصحة ولا من المنطق القانوني ولا من الحق في لبنان تماما. فنحن نعلم ماذا يمارس سعد الحريري وما هي أفكار سعد الحريري وما هي مكونات حتى تفكيره، ونعلم بأن هذا الحزب حزب الله كيف لقن العدو درسا لن ينساه في حرب تموز 2006، وهو جاهز الآن للدفاع عن كل ذرة تراب في لبنان، وأيضا جاهز للدفاع عن المشروع العربي ومقاومة هذا الكيان الصهيوني الغاصب. على أي حال وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الحميد سلهب الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي. شكرا لك. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، بقي أن نترحم على أرواح شهداء سوريا مدنيين وعسكريين، ونتمنى دائما للجيش العربي السوري المقدام التقدم على كافة المحاور على الأراضي السورية. السلام عليكم ورحمة الله.